بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي، قناة عيشي حياتك مع شيماء. جايلكم النهاردة بمسك جديد ووصفة جديدة. وصفتي النهاردة هتعالج مشكلة بيعاني منها كتير من البنات. وصفتي النهاردة هي إزالة أو القضاء على الهالات السوداء. طبعا وصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة متوفرة عندنا في كل بيت. وصفتي مش بس هتخلصك من الهالات السوداء، لا ده كمان هتخلصك من علامات تقدم في السن، وهتفتح لك البشرة، هتعالج الخطوط الرفيعة والخطوط اللي حوالين العين وكمان اللي حوالين الفم، وهتديكي نضارة وإشراق وترطيب للبشرة. إن شاء الله هتشوفي بعينيكي لو جربتي الوصفة. أول مكون معايا النهاردة في الوصفة يا بنات وهو الخيار، زي ما احنا شايفين كده. هجيب حوالي خيار، نص خيارة كده أفرمها، وأخد منها حوالي معلقة من الخيار المبشور. طبعا هجيب البولة بتاعتي وهضيف فيها حوالي معلقة من الخيار المبشور. طبعا يا بنات الخيار بيدي نضارة للبشرة وترطيب، بجد جميل جدا جدا للبشرة. ده غير ان هو بيفتح البشرة وبيبيضها وبيديكي اشراقة كده، تحس ان في حاجة متغيرة فيكي لو استخدمتي حتى الخيار بس من غير اي حاجة. تاني مكون معايا يا بنات وهو الحليب البودرة او الحليب المجفف. هاخد منه برضو معلقة كبيرة زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ اقلبهم كويس جدا مع بعض لحد اما يندمجوا. طبعا الحليب بيدي تفتيح للبشرة ملوش مثيل، بجد من الحاجات الوهمية اللي بتفتح لك وبتديكي اشراقة كده للبشرة. تالت مكون معايا النهاردة يا بنات وهو زيت اللوز الحلو. طبعا زيت اللوز الحلو من الزيوت الجميلة جدا والمفيدة للبشرة. هاخد منها معلقة كبيرة كمان، يبقى انا عندي معلقة من مبشور الخيار، ومعلقة من الحليب المجفف، ومعلقة من زيت اللوز الحلو. هقلبهم كده مع بعض لحد ما يندمجوا. طبعا انتي براحتك ممكن تزودي الكمية اللي انت عايزاها، لان البتاع ده هعملها على ايديا وعلى وشي وعلى رقبتي، يديكي نتائج جميلة جدا، هتفتح لك درج بشرتك وهتخليكي بصي منورة كده. خلاص كده الماسك بتاعي خلص. هاخد طبعا هغسل بشرتي بمية دافية علشان المسام بتاعت الوجه بتاعتي تتفتح، وبعد كده انشف كويس قوي، وبعد كده اضيف او هفرد الماسك ده على بشرتي، وطبعا احطه تحت العين وفوق العين، وبفضل ان استخدمه بالليل قبل ما بنام. ومش عايزاكي تعملي اي حركة، طبعا تسترخي تماما وانتي حاطة الماسك ده، وتسيبيه حوالي ربع ساعة على بشرتك، وبعد كده بتغسليه بمية دافية، وبعد كده بمية باردة، وبعد كده بتقفلي مسام بشرتك بمكعبات ماء الورد. لو ما عندكيش مكعبات ماء الورد ممكن تدهني بشرتك بمية الورد، او ممكن تدهنيها بزيت اللوز الحلو. وكمان لو ما عندكيش او متوفر عندك اي حاجة من دول، ممكن تستخدمي الكريم المرطب اللي انتي بتستخدميه. بجد الوصفة تحفة يا بنات، يا رب كده تجربوها ان شاء الله، وان شاء الله خلال اسبوع هتكون جايبة نتائج كويسة. ممكن تستخدميها كل يوم، عايزة تستخدميها يوم ويوم عادي مفيش اي مشكلة، استخدميها يوم ويوم ان شاء الله تديكي نتائج حلوة جدا. ومتنسيش تعملي لي رأيك ايه في الكومنتات، وانتي بتتابعيني من انهي بلد. وكمان لو الفيديو عجبك متنسيش تعملي لايك للفيديو وتشيريه لصحباتك، ولو كنتي اول مرة تشوفيني اعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.